مدينة الراستان، ومعانا تأهل المدينة. السلام عليكم. تقطيع الخشب هذا بشكل يومي؟ والله بشكل يومي، بشكل دائم. لا في مازوت، لا في شيء ندفع عليه، لا في كهرباء. كل يوم ندقص حتى بالبرد. لتر المازوت صار 150 ليرة، وما في غاز، ما في. بنطبخ الحطب، بتدفع الحطب، معانا بشكل دائم هالشكل. هاي احوالنا. طيب هلا عم نقص هذين عندكم من الارض يعني؟ والله بشي من الارض، بنلقط من هون، بنلقط من هون، شو بتصير لنا حطب بدنا ندفع. برد قارس. طيب بالنسبة ل بجدكم هون المكان آمن ولا؟ والله آمن ما في، هون محل آمن خالص هون عندنا بالرسام. السبب؟ هون سبب من نهارين هون وقعت قذيفة هون حدنا، ثلاث قنابل عنقودية وبرميلي، دار كاملة نزلت على الأرض خالص، كل اللي فيها تصوبوا. لا حول ولا قوة. يعني بشكل عام مدينة الرسام فيها معاناة؟ معاناة بشكل دائم. الله يوفقك يا بشار. أنت ليش مالك مدرسة؟ ما في قصر في المدارس. مالك حاب ترجع مدرسة؟ خالص ما في لا أساتذة ولا إيش. شو تشهد وين؟ هذه معاناة أهل المدينة جراء ما يحصل من حصار ومعاناة إنسانية. مدينة الرستان 18 12 2012.